شغل يا ابني. شكله بسكوتية بس ممكن يعورك. شكله هيعورك بس هو بسكوتية. شكله بسكوتية وهو بسكوتية. عاشق الزهور الأول، ربنا خلقه بيحب الكاميرا. الراجل اللي لو بعد عن الأضواء يتحرق، بيحب الناس تتكلم عنه أو هو يتكلم عن الناس، مش فارقة كتير بالنسبة له. ممكن يطلع يقول أي حاجة على أي حد، ومش مهم يثبت إنه صادق، المهم التاني هياخد وقت على ما يثبت إنه بريء. جرب كده تفتح اليوتيوب واكتب مرتضى منصور يسب، السيرش هيطلع لك مصر كلها، وهيسيب لك مرتضى وعياله بس. تخيل انك راجل محظوظ. ايوه انت يا اللي بتتفرج انه ما شتمكش. بس ثواني، انت لو من جمهور الزمالك فهو شتمك، ولو انت من جمهور الاهلي فهو برضه شتمك. انت بقى تعرف ايه عن مرتضى منصور؟ التاريخ عندما يكتب يوما ما في تقديرك ماذا سيكتب عن مرتضى منصور؟ راجل محترم. طبعا محترم، راجل محترم جدا ومثقف صحيح. رئيس الزمالك اللي بيشتم اي حد ده انت غلبان. تعالى انا هحكي لك الحكايه. شكلك هتودينا في داهية. اسمه مرتضى احمد محمد منصور، مواليد 17 يونيو 52، اتولد في شبرا بالقاهرة، لكن اصوله من محافظة الدقهلية. اتخرج من كلية الحقوق وتعين في النيابة لانه كان شاطر جدا في دراسته، وهو طالب، وتحديدا سنة 71 كان امين اللجنة المركزية سيد مرعي عامل لقاء مع عدد من الطلاب، وقام وقف مرتضى منصور وقال له انا عايز اسأل سؤال، ازاي البهوات اللي بيقودوا البلد بيحضروا جن بيسألوه عن ميعاد الحرب؟ سيد مرعي رد عليه وبكل ديمقراطية وسجنه شهر. طب يا طب طب ايه؟ والظاهر ان موضوع الجن ده قديم مع سيادة المستشار. المهم مرتضى هنا تعرف في الجامعة على انه البطل الهمام ونصير الشعب، والموضوع جه على هواه، ومن هنا بدأ حبه للشهرة. اول تعيينه جه في نيابة الاسماعيلية، والمشاكل بدأت معاه من وهو بيقول يا هادي. في مباراة بين الإسماعيلي والاتحاد حصل شغب كبير، والموضوع وصل النيابة، والمتهم كان لاعب كبير في الإسماعيلي، ومرتضى ما صدق وراح مديله حبس 4 أيام على ذمة التحقيق. في الوقت ده كان أشهر رجل أعمال في تاريخ مصر عثمان أحمد عثمان، هو الراعي لنادي الإسماعيلي، كان بيحاول يخرج اللاعب علشان يكسب بونت زيادة عند الجماهير، لكن مرتضى رفض. ولو ما تعرفش عثمان أحمد عثمان، فخليني أقول لك كان صهر رئيس السادات وقتها الله يرحمهم هما الاتنين. والموضوع ده كان له صدى كبير جدا في جرائد المعارضة، اللي كتبت عن مرتضى وكيل النيابة الأسد اللي وقف ضد الكبار. مرتضى بس للموضوع وعجبه، قالك بس هي دي السكة، وفضل يترصد للمشاهير وحب يخش على الكبير عادل إمام بعد فيلم الأفوكاتو، واللي كان عامل فيه شخصية محامي. اللي حصل ان في 105 محامي رفعوا قضية على المؤلف والمخرج وطبعا عادل امام، والقضية جت في ايد مين؟ الله ينور عليك، مرتضى منصور. مرتضى شاف الفيلم وقرر يحكم عليهم بالسجن سنة وغرامة مالية لإيقاف التنفيذ. الصحافة غسلت مرتضى منصور بعد ما وقفت جنبه ضد عثمان احمد عثمان، وانه تحول من قاضي يحكم بالوثائق لرقيب سينمائي. ولما مرتضى لقى الناس بتتكلم عن الراجل اللي حكم على عادل امام تبت اكتر. المهم عادل امام استأنف وكسب القضية، ومرتضى استقال من القضاء وتحول للمحاماة. وبالمناسبة كل المواقف اللي فاتت دي كان مرتضى فيها اسد، بعيدا عن حب الشو واللقطة اللي في دمه، لكنه كان صاحب حق. بعد ما عادل امام خد براءة عمل لقاء صحفي وهاجم فيه مرتضى منصور. هوب عمك مرتضى رفع قضية تشهير وسب وقصف، وانا وانت عارفين النتيجة، كسبها وخد حكم 6 شهور وتعويض 1,000,000 جنيه. ناس كتير اتدخلت تحل الموضوع، ومنهم العمدة صلاح السعدني اللي خد عادل امام وراحوا لمرتضى البيت وعرضوا عليه 1,000,000 جنيه بس يتنازل عن القضية. الفلوس انما الحبس لا. مرتضى مسك في الموضوع وقال الحقوني، عادل امام جاي يرشيني. الله العظيم مالكش حق، ازاي؟ على اساس انها مش قاعدة صلح عرفية يعني؟ ليه؟ واني مرتشي؟ بشر؟ لا ما انا حاسس من كلامه اني مرتشي. بعدها مرتضى اتنازل عن القضية مقابل عادل امام ينزل اعتذار رسمي ليه في الجرايد، وده اللي حصل. في الفترة دي مرتضى اتجوز من السيدة نجوى الديب، وخلف منها احمد واميرة وامير، وما علينا من عيلته. بعد ما مرتضى اتجه للمحاماة مشى على نفس السكة، واللي هي خبط في المشاهير فالناس تتكلم عنك كتير وتفضل ظاهر في الكادر لسنين، لحد ما جت سنة 87. في الفترة دي كان في واحد اسمه أحمد الريان، صاحب شركات توظيف أموال، ياخد فلوس الناس ويشغلها ويديهم أرباح. وجا وقت والريان فلس لأسباب كتير. مين بقى كان محامي الريان؟
واللي كان مشهور وقتها بمحامي الأفوكاتو. الله ينور عليك. هو زكي بدر بقى وزير الداخلية أصدر أمر بالقبض عليه للتحقيق معاه في اتهامه بالاستيلاء ومعاونة الريان. فأم مرتضى بعدها قالك ده اعتقلني علشان كنت معارض، وده طبعا كلام معرض ملناش دعوة بيه، وكل اللي جاي ده ركز فيه وانا ماليش دعوة بيه ولا انت ليك دعوة بيه. ده على لسان صاحبه المحامي محمد عثمان، وهو محامي النادي الاهلي بالمناسبة. حكى حكاية مرتضى في السجن لما في يوم من الايام صحيوا على صراخ من زنزانة معينة، ولما استأذنوا الشاويش يفتح لقوا مرتضى منصور في حالة صعبة، ولما دكتور السجن كشف عليه قال يعاني من إصابات متعددة وتهتك سفلي سيؤثر عليه مستقبلا، تاركا عاهة مستديمة تظهر أثرا في مشيته. وبعدها سأل مرتضى وقال لو راجل قول للناس انت بتعرج ليه وانت ماشي. انت بقى لو راجل يا صفيحة، انت لو راجل يا اخ مرتضى اطلع قول للناس انت بتزوق. لا يا عم، يا عم عيب يا عم، استغفر الله العظيم يا رب. ومن هنا انتشرت حكاية ما تعرف بالصول زكريا، والأزمة ان مرتضى نفسه عمره ما حكى الموضوع ده واكتفى بقول انا اسد. لا مش خايف. مفيش اسد بيخاف يا احمد، رغم ان في ناس كتير في خصومة مباشرة معاه حكوها اكتر من مرة. المهم مرتضى بعدها لقى انه محتاج حصانة، الحصانة القضائية لما وقعت منه شاف الويل، ففكر في حصانة البرلمان وترشح في دايرة الدق والعجوزة لكنه خسر. بعدها ترشح في أتميدة في بلده في المنصورة لكنه خسر برضه. صادق يا صادق يا صادق مرتضى منصور، صادق مرتضى منصور. بعدها وسنة 2000 قدر يكسب أخيرا وبقى عضو مجلس شعب. شاز مرتضى جلس الاعضاء عشان خاطر من فضلك. لا بعد ما اتكلم حضرتك. لا قبل ما تتكلم. انا مش هتكلم. وانت حريص على القواعد. الله. استاذ مرتضى. وخلال فترة الجري على الكرسي دي فضل ماسك سكة المشاهير، بس حب يدخل حاجة الناس كلها بتتفرج عليها، الكورة. مرتضى بدأت حياته في عالم الكورة كمحامي للجنرال محمود الجهري، واللي كان رافع قضية على اتحاد الكورة بيطالب فيها بتعويضه بعد إقالته، وقضية تانية كان رافعها الجهري على طاهر أبو زيد بتهمة السب والقذف، والقضيتين كسبهم مرتضى بكل سهولة واسمه رجع تاني في كل الجرايد يلعلع، وبقى محامي كبار اللاعبين. عينه راحت على مين؟ على الأهلي، صاحب الشعبية الأولى في مصر. وقتها كان في حرب في انتخابات الأهلي ما بين المايسترو صالح سليم وطاهر أبو زيد. مرتضى بقى راح لصالح سليم وقال له إن معاه مستندات وفضايح على طاهر أبو زيد، ممكن تطيره من الانتخابات. فصالح سليم طيره هو وطرده من مكتبه ومن الأهلي، فقال له قوم فز ولف وارجع تاني. فقام طالع على الزمالك وقدر بشوية نعومية يبقى عضو نادي الزمالك من سنة 96 لحد 2001، وبالمناسبة كان مشرف عام على الكورة في ماتش 6-1 بس ما بيحبش يقول. في 2001 كسب رئاسة نادي الزمالك لحد 2005، ورغم انه كسب انتخابات 2005 لكن بعد سنة واحدة وزارة الشباب حلت مجلس الادارة بعد استقالة 6 أعضاء مرة واحدة، وده مخالف للوائح اتحاد الكورة. لكن مرتضى جرى على المحاكم وكسب القضية ورجع المجلس تاني، لكن في اغسطس 2006 مجلس الرياضة المصري حل المجلس نهائيا وعين ممدوح عباس رئيس مؤقت لمدة سنة، وممدوح اول قرار اخده انه شطب عضوية مرتضى منصور، وفي السنة دي مرتضى اتحبس سنة في قضية سب وقذف رئيس مجلس الدولة. وخلال الفترة دي مرتضى ما سابش محكمة ما رفعش فيها قضية على الزمالك، وقف ارصدة النادي، وكان هدفه الوحيد ان ممدوح عباس يمشي، ودخل النادي في مشاكل مالية وادارية، وحياتك لحد دلوقتي ما انتهتش، لحد ما قدر مرتضى يرجع لرئاسة النادي في 2014 وبدأت مرحلة تانية في حكاية مرتضى منصور.